أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصحي اليومي ترياق. تختلف الأمراض في أسبابها، أعراضها والمضاعفات المحتملة منها. من هذه الأمراض ما يستدعي استشارة الطبيب أو اللجوء إلى أقرب مشفى أو مؤسسة صحية لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الكثير من الأمراض الشائعة وخاصة الفيروسية منها كنزلات البرد والنزلات المعوية لا تستدعي ذلك، بل إن العلاج منها والتحكم بها يكون في البيت. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون حول هذه الفئة من الأمراض، فابقوا معنا. يمثل الجهاز المناعي خط الدفاع في الجسم ضد الكائنات المعدية والجراثيم والكائنات الدقيقة الأخرى المسببة للأمراض من خلال سلسلة من الخطوات التي تسمى بالاستجابة المناعية، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة في الجسم ومنع العدوى. يتكون الجهاز المناعي من شبكة من الخلايا الخاصة مثل كريات الدم البيضاء والغدة الزعترية والطحال والغدد الليمفاوية والخلايا الجذعية والأجسام المضادة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنسجة والأعضاء التي تعمل معاً لتحقيق الحماية اللازمة. من الوظائف التي يؤديها جهاز المناعة في الجسم تخليص الجسم من مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، حيث يعمل على إزالتها. يحارب ضد خلايا الجسم غير الطبيعية مثل الخلايا السرطانية. التمييز بين الخلايا السليمة والخلايا غير السليمة في الجسم. عودة إليكم مجدداً أعزائي المشاهدين، وللحديث بصورة أكثر شمولاً وتفصيلاً حول هذا الموضوع نستضيف ضيفتنا في حلقة هذا اليوم الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدية، أخصائية طب أسرة ومرشدة وراثية بوزارة الصحة. أهلاً وسهلاً فيك دكتورة. أهلاً دكتور يونس، وشكراً على الاستضافة. العفو واجب. في البداية دكتورة، نوضح للسادة المشاهدين المقصود بالنزلات المعوية. النزلة المعوية هي حالة مرضية، نعم، تسبب التهاب في الجهاز الهضمي سواء كان المعدة أو الأمعاء أو الاثنين معا. ومثل ما تفضلت في بداية وقد قلت أنه النزلة المعوية هي يعني من ضمن الأمراض الأكثر انتشارا، بحيث أنه تقريبا أكثر من 90% من الناس مروا في فترة ما في حياتهم بالنزلات المعوية، ولو مرة واحدة يعني في الطفولة أو حتى أكيد كبار. أكيد خلال حياتهم مروا، أكثر من 90% منهم مروا بالنزلة المعوية. طيب ما أسباب هذه النزلات المعوية دكتورة؟ أكثر الأسباب وأكثرها شيوعاً هي الفيروسات، وعادة هذه تنتقل إما عن طريق الأطعمة الملوثة، المشروبات الملوثة، استخدام الأدوات الشخصية مع شخص مصاب، لكن فئة قليلة ممكن أنها تكون بسبب بكتيريا أو طفيليات، لكن في الغالب هي أسباب فيروسية، أكثرها فيروسات. نعم. الأعراض أو المؤشرات اللي لو حس بها الشخص يعرف بأنه مصاب بنزلة معوية دكتورة؟ في الحقيقة هي بالنسبة لأعراض النزلات المعوية يختلف، نعم، باختلاف حدة المرض، لكن طبعًا أكثر الأعراض هي بتكون إما إسهال أو قي أو الاثنين يكونوا معا، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الجسم، غثيان، عدم تقبل للأكل، الشخص عادة يعني هو حاس بوهن عام وتعب عام. هذه الأعراض كلها مع بعض تؤدي أنه الشخص يأخذ كمية سوائل أقل، وفي نفس الوقت هو معه إسهال وقي، فالمفروض يأخذ أكثر. أيوة. فالجسم هنا إيش اللي يصير؟ يفقد الأكثر من السوائل، الأملاح، المعادن اللي تؤدي حل الجفاف، وفي الحقيقة هو هذا أكثر ما يخفنا في النزلات المعوية اللي هو الجفاف. نعم خصوصا عند الأطفال اللي يكون يوصلهم لدرجة خطيرة والخطورة كبيرة طبعاً تكون عادة. والمهم نذكر في النزلات المعوية دائما إحنا نذكر الأطفال لأنه أكثرها أساسا موجودة في الأطفال، عشان
عشان كذا دائما في النزلات المعويه احنا نتكلم عن سواء اكثر عرضه لها واكثر خطوره تكون عند الاطفال. نعم. دكتور، بعض الاعراض اللي ذكرتيها قد تكون اعراض بسيطه، اعراض خفيفه، يمكن التحكم فيها في بيوتنا بدون اللجوء الى طبيب او مركز صحي او مشفى، لكن بعض الاعراض قد تكون اعراض لابد من التوجه الى مركز صحي او استشاره الطبيب. في البدايه نبدا ونتكلم عن هذه الاعراض الطفيفه، ايش هي الاعراض الخفيفه اللي ممكن نتعالج او تتعالج في البيوت؟ مثل ما ذكر دكتور يونس، الأعراض أو حدة الأعراض ممكن نقسم لثلاثة أقسام، إما بسيطة أو متوسطة أو شديدة، أو شديدة حسب حدة الأعراض وحسب الجفاف. نعم. الحين الأم، ولا دائما نذكر الأم لأن مثل ما قلنا أكثر من فئة الأطفال أو حتى المريض، يسأل نفسه ثلاثة أسئلة. والله إذا هذه ثلاثة أسئلة كلها كانت بالنفي فهو يرتاح، اللي عنده عبارة عن أعراض بسيطة. اللي هي أولها، هل هو يقدر يأخذ عن طريق الفم؟ نعم. الشيء الثاني، هل هناك يعني هل ما زال البول يطلع معه؟ والشيء الثالث، هل هناك قيء متكرر أو لا؟ إذا هذه الثلاثة أشياء ما موجودة فيطمن هذا عبارة عن أعراض بسيطة ممكن التعامل معها في البيت. إذا أي واحد من هذيلا كان موجود معه أو أعراض أخرى بنتكلم عنها بعدين، اللي هي بيكون من ضمن الأعراض المتوسطة أو الشديدة، وهذا يفضل أنها يحتاج زيارة الطبيب. الآن بالنسبة للأعراض البسيطة، هنا يعتمد نفس الشيء على عمر الطفل. فإذا كان الطفل ما زال على الرضاعة الطبيعية يفضل أنه يستمر على الرضاعة الطبيعية، ما في أي مشكلة أن يستمر يعني عليها. في كثير من الناس تفهم خطأ بأنها تقطع الرضاعة الطبيعية وتعوض الرضاعة الطبيعية بسوائل أخرى، وهذا خطأ. بالعكس هو دكتور يونس، حتى بالنسبة للرضاعة الطبيعية هم وجدوا أنه إذا الأم استمرت على الرضاعة الطبيعية في أول سنة فهذه تقلل النزلات المعوية بأكثر من 80%. أكيد طبعاً، وهذه موثقة طبعا. ايوه موثقة. صحيح. فعلا في الدراسات هذه موثقة. الشيء الثاني، ممكن اذا هو خلاص بادي ياخذ العصائر، بادي ياخذ الاشياء الثانية، فممكن تعطيه عصير، خصوصا عصير التفاح المخفف. نعم. بمعنى انك تاخذ العصير وتضيفه بنفس كمية الماء وتبدا تعطيه لحد ما يبدا يتقبل، وبعد كذا ممكن تعطيه العصائر اللي هو يحبها، الحليب اللي هو يحبه. نعم. الشيء الثالث اللي هو محلول الجفاف، وكلنا يعرف محلول الجفاف ممكن نحصله في الصيدلية، ولكن حتى إذا محلول الجفاف ما موجود نحن ممكن نصنعه في البيت. كل اللي نحتاجه المواد الطبيعية الموجودة عندنا في البيت. أيوة طبعًا. كل اللي تحتاجه لتر ماء، تضيف له نص ملعقة ملح مع 6 ملاعق من السكر. هذا هو محلول الجفاف. لكن في محلول الجفاف هي نقطة مهمة أحب أنوه فيها، وهي أصلا كيف إعطائه. كثير معنا أمهات تقول المركز بعد نص ساعة ترجع لك والله أنا عطيت ولدي ما قدر يشربه، أو أنا ما قدر يستحمل. يمكن الكميات اللي أعطتها في المرة الواحدة تكون كبيرة. فعلا الطريقة هي أهم شيء. وهنا الطريقة تعتمد على العمر. فلو كان الطفل أقل من سنتين نعطيه عن طريق الملعقة، بمعنى أن نعطيه ملعقة صغيرة كل دقيقة إلى دقيقتين، ما أكثر من كذا. فكذا التقبل يكون أكبر وأكثر، تقبل ويستحمل. نعم. إذا كان أكثر من سنتين وحتى للبالغين يأخذ عن طريق الكوب ورشفة. رشفة نفس الشيء كل دقيقة إلى دقيقتين. إذا صار قيء نتوقف مدة 10 إلى ربع ساعة، نعطيه فترة راحة، نرجع نعطيه بنفس الطريقة ولكن نطول الوقت. بمعنى إذا كان يأخذ كل دقيقة لدقيقتين أقرب كل 3 إلى 4 دقائق. في الأغلب يستجيبوا بهذه الطريقة وما يحتاج أنهم يلقوا للطبيب ولا حتى للسوال عن طريق توفر عليهم الوريدية. مسألة الوقت ومسألة زيارة الطبيب وغيرها طبعا. فعلا. نعم. طيب الأمور أو الأعراض الأخرى اللي هي المتوسطة أو الشديدة، إيش هي؟ وفي نفس الوقت ماذا يفعل الأبوين أو الشخص نفسه المصاب إذا كان إنسان بالغ؟ هنا في نقطتين مهمة. النقطة الأولى اللي هو أساساً هو معه نزلة معوية، ولكن هذه النزلة المعوية ما استجاب للحالة البسيطة، تحولت إلى متوسطة بسبب الجفاف. وهنا نرجع لنفس الثلاثة أسئلة. والله إذا طفلي ما يأخذ عن طريق الفم ما قادر، أو أنه القي معه متكرر، أو أنه لما تبدله ما في بول، ما يطلع بول، فهنا معناته الشديد الجفاف شديد ويحتاج أنه يروح للطبيب على أساس أنه يعطوه الأدوية ويعطوه اللي هو سوائل عن طريق الوريد. نعم. النقطة الثانية اللي يحتاج يرجع فيها للطبيب إذا أساساً التشخيص مشكوك فيه. بمعنى أول أنه القيء، الحمى، هذا عبارة عن أعراض يعني موجودة في معظم الأمراض الفيروسية. صحيح. فلو التشخيص مشكوك فيه يفضل اللجوء للطبيب. مثلاً إذا القيء مع دم، ارتفاع شديد في درجات الحرارة فوق 40،
الأعراض استمرت أكثر من 7 أيام، الخمول زائد عن حده، الخمول زائد عن حده غير عن اللي الأم متعودة عليه طفلها في الأمراض الفيروسية العادية، لا هذا يفضل أنه استشارة الطبيب ورجوع المؤسسة الصحية. قد تكون يعني قد يكون تشخيص آخر أو درجة متطورة من النزلة المعوية مثل ما تفضلتي دكتورة. صحيح. تمام. طيب إيش ممكن يسوي يعني أو يضيف الطبيب بعد زيارة المريض مع النزلة المعوية الشديدة؟ هنا يعتمد على إيش قصدنا نحن بالشديدة، مثل ما قلت لك اللي ذي بنقص الأملاح ونقص المعادن ونقص السوائل، فهنا هو يرجعها عن طريق اللي هو السوائل الوريدية، يعني هي حسب المضاعفات اللي حصلت نتيجة النزلة المعوية. نعم. وممكن نعطي نفس الشيء أدوية اللي توقف القيء معاه. نعم. لكن قليل ما نلقى لهذه الأدوية، في الأغلب هو الكل اللي يحتاجه السوائل، لأن مع الوقت الجسم بنفسه بيستعيد عافيته وبتتعالج هذه الأمور. دكتورة، في بعض الأحيان بعد اللجوء إلى استشارة طبيب معين على سبيل المثال ورجوع إلى البيت واتباع إرشادات الطبيب تبقى الأعراض مستمرة، فمتى ننصح بمعاودة زيارة الطبيب مرة أخرى؟ شوفوا دكتور يونس، نحن عادة في نهاية زيارة المريض للطبيب أو ممكن نسميها في نهاية اللي هي الاستشارة، دائما نعطي المريض إيش هي عوامل الخطورة اللي المفروض يرجع فيها. مؤشرات معينة طبعا. مؤشرات معينة، يعني مثلا لو خضينا مثال اللي هي النزلة المعوية، نخبره إذا ما تحسنت خلال 7 أيام، إذا الحرارة كانت جدا عالية، إذا القيء معادم، إذا الأم حسيتي، ونخبرها إيش هي علامات الجفاف، نخبرها إذا أي شيء صار من هذا ترجع لنا. نعم. فهي تطلع وعارفة عوامل الخطورة. هذه واردة أن تحصل، مثل ما أن الشفاء جدا وارد وهو الوارد الأكبر، فحتى المضاعفات قد تحصل. جدا وارد. نعم. ومن حق المريض أنه يعرف عن عوامل الخطورة في كل مرض. واضح، لأن بعض المرضى وللأسف يعني لأنه يمكن يكون مستعجل للشفاء من هذه الأمراض يزور أكثر من مؤسسة صحية أو أكثر من طبيب راغب طبعا بالشفاء، لأنه يقول مثلا على سبيل المثال أني ما شفت الطبيب هذا ومر علي يوم أو 24 ساعة وما زالت الأعراض مستمرة، كيف نعلق على هذه النقطة؟ في البداية أشكرك جدا على هذا السؤال لأنه فعلا جدا منتشر. المشكلة أنه هو لما يرجع مع دكتور ثاني، الدكتور الثاني بيبدأ من الصفر. نعم. بينما لو كان مع نفس الطبيب، هذا الطبيب بيعرف كيف كانت حالته، بيعرف هل هو في تحسن، من النقطة هذيك ويكمل عليها. نعم. طبعا هذا ما بس على النزلات المعوية، هذا على كل الأمراض وخصوصا الأمراض المزمنة. وهنا بس أحب أنوه على أهمية دور طبيب الأسرة في هذا الموضوع بالذات، أهميته بالنسبة للطبيب نفسه، أهميته بالنسبة للعائلة، أهميته بالنسبة للمجتمع طبعا، للطبيب نفسه وحتى للمؤسسة الصحية. فبالنسبة للطبيب هو ما محتاج أنه كل مرة يرجع من الصفر يحكي كل مشاكله والكل اللي صار معه من الأعراض، وأحيانا حتى هو يكون نسيان أو ما رابط بين عرض وعرض، لأنه يروح كل مرة لتخصص معين لعرض معين. صحيح. بينما طبيب الأسرة ممكن يربط بين هذه الأعراض وملم بكل الأعراض الموجودة فيه وفي أسرته. أيوة، ويوجهه للطبيب المختص، فهنا هو كسب الوقت، كسب التشخيص الأسرع، وكسب أنه وجهه إلى الطبيب المختص بهذا الموضوع. أنا. هذا بالنسبة للمريض نفسه. بالنسبة للأسرة، لأنه هو عارف الآن هو هذا المريض، عارف الأسرة ماله، عارف ظروفهم الاجتماعية، عارف المحيط الأسري مالهم، فبالتالي أنا النصائح اللي أعطيها لهذا المريض تختلف من مريض آخر طبعا، أكيد حسب ظروفه هو. صحيح. الأمراض الوراثية بما يناسبه على سبيل بما مثال. يناسبه. نعم. الأمراض الوراثية اللي موجودة معهم، إيش اللي أنا أقدر أساعد هذه العائلة عشان مثلا أأخر الأمراض المزمنة اللي معاهم. أكيد. فبالتالي طبعا يعني يختلف من عائلة إلى عائلة. المجتمع نفس الشيء، طبيب الأسرة هو أكثر واحد يعرف هذا المجتمع اللي أنا أشتغل فيه إيش العادات الصحية اللي معاهم الأكثر شيوعاً، إيش الأمراض الأكثر شيوعاً معهم، وبالتالي توجيهه للتثقيف الصحي، توجيهه يعني محاولة أنه تأخير هذه الأمراض منصب على هذا المجتمع بعينه غير عن باقي المجتمع. أكيد طبعاً. للطبيب مثل ما قلنا هو يكون تكوين علاقة مع المريض، وبالتالي تسهل التشخيص والعلاج، والمؤسسة الصحية تكون وفرت الوقت والجهد والمال ورفعت من مستوى الرعاية الصحية. واضح جدا، وجزاك الله خير على هذه النصائح والنقاط المهمة جدا دكتورة. عزيزي المشاهد، بعض الأمراض وخاصة الفيروسية منها يحتاج الشفاء منها لبعض الوقت، فامهل نفسك هذا الوقت واتبع الإرشادات الطبية الصحية من مصادرها ومن طبيبك المختص. في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفتنا الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدية، أخصائية طب أسرة ومرشدة وراثية بوزارة الصحة. شكرا مرة أخرى دكتورة. شكرا جزيلا. شكرا.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقات أخرى مهمة ومواضيع أخرى. تقبلوا منا أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.